هذه المنطقة مستحيل يسجلون هدف التقدم في وقت فيرمينيو ممكن يسجل الآن، لكن شوف حكم الراية كرة يهرب بالكرة مر فيها انطلق موسم جديد وبذات تنافس وآمال وتطلع وفي الأمام سيلعب فيرمينو خطيرة في هذه اللحظات ركلة جزاء للهدف الأول في هذه اللحظات الله على التنفيذ فيرمينو ممكن يسجل الآن لكن شوف حكم الراية كرة كانت صعبة فوفانا تصدي بكل ثبات ركنية إلى فيرمينو في وسط المنطقة كرة في المرمى رؤية ممتازة كرة إلى الخلف ركنية تنفذ في منتصف 18 البحث عن تقليص الفارق كرة في مكان كرة كانت من مسافة قريبة لكن ردت تنتهي المباراة مشاهدينا المباراة كانت وأي أداء فردي هنا ونتمنى لكم مباراة كبيرة في هذه الأجواء شوف تشكيلة أصحاب الأرض اليوم يهرب بالكرة مر فيها انطلق فيها راح الكرة في المرمى هي تمنح لفريق يابها بمر فيها بعديه الله كرة في المرمى هجوم الآن فرصة للتسجيل مستحيل بيلعب لكرة في الخلف الكرة في المرمى بدون تسرع في محاولة ليأخذ الأفضلية في النتيجة فرصة لهدف التقدم يا الله سطوة ويجبروت وتنطلق الان الصافرة يا لها من اجواء هنا الان يا لها من لحظات لعب كريستيانو رونالدو ضمن تشكيلة فريقه في هذا اللقاء تكلم عن قدرات رائعة في التعامل مع الكرة كرة خطيرة للتقدم في النتيجة هجمة مرتدة كانت سريعة لكن المميز في الهدف كيف نذهب هنا ممكن التعادل الآن الكرة في المرمى محمد فوزير فرصة للتقدم في المباراة يا رب دانيسكا فرصة من جديد لكرة التعادل في توقيت مثالي باريس والتصدي المميز المدرب بدا يفكر في اشراك هذه هي تدخل حاسم وبلوك في منتهى الروعه حاول بين النص لكسب فوفانا كره كانت تبحث عن الشباك كره فرصه خطيره هنا خطيرة بعد افتكاك للكرة في هذه مستحيل يسجلون هدف التقدم في وقت قاتل لا مجال للتعويض انتهى كل شيء كرة كانت سهلة على الدون تنطلق صافرة نهاية المباراة والفوز من نصيب النصر اليوم جابة. أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم تأسس نادي الفيحة في 54 ميلادي و86 هجري ومنذ ذلك الحين لم ينجح البرتغالي في الوصول للدوري الممتاز دانيسكا في المرمى كرة للتعادل في هذه اللحظات النصر يتقدم في المساحات على الطرف
بيلعب للكرة خلفية، مستحيل. ركنية إلى داخل المنطقة. شوف كيف أتى الهدف، خطأ واضح في إبعاد الكرة، كان ممكن تشتيت الكرة بشكل أفضل، الخطأ كان مفتاح هذا الهدف. يتقدم بالكرة للهجوم، يتألق الضغط جيد واستعادة للكرة، فهل يستفاد الآن منها؟ تسديدة بتروح بعيد، تنفيذ الضربة الركنية في وسط منطقة الجزاء. يا الله، مرمى، تغذية سليمة وتنطلق الآن الصافرة معلنة تبشر بمباراة قوية، حيث صاحب أقوى خط هجوم يستضيف صاحب أقوى خط دفاع، أكيد راح تكون مباراة كبيرة. المساحة على الجناح قد تستغل هذه الكرة، فرصة خطيرة هنا، ناجح هل يسفر عن شيء؟ يا الله على التدخل في هذا المكان، هل تستغل هذه العرضية؟ والهدف الأول في كريستيانو رونالدو، بينية تحرك القلوب، فرصة للتعادل، كرة للتعادل الآن، محاولة لإيجاد تغيير وفي المرمى، والآن تعزيز التقدم بفارق هدفين. تمريرة رائعة هنا، تانيسكا تصدي للقدير، تبحث عن العودة من جديد في المباراة. بروزوفيتش الآن مع كريستيانو رونالدو، يصوب على المرمى، هدف تقليص الفارق. الانتقام وكأنها آخر تسديدة في حياته، وللكرة للفريق الآخر، كرة بينية بيضرب فيها خط الدفاع. الآن تأتي المساندة، فرصة خطيرة، هندرسون، هدف الأمان، هدف الراحة، هدف الثقة. راحت إلى أليكس تيليس، عرض العمليات، هدف يشعل المباراة. الوسط 18 من هندرسون، انقاذ غير كامل الموقف هنا، الكرة في المرمى، حارس المرمى من حقه ان يغضب. تنتهي المباراة مشاهدينا.